جدا يعني تقريبا 10 ديال المليون. تم الفريق الحركي بمجلس النواب موضوع المرأة والطفل والمصلحة الفضلى للطفل، واهتم الفريق إذن على عدة مستويات. المستوى الأول والقريب جدا هو مساءلة الحكومة عبر أسئلة شفوية وكتابية بخصوص إما مواضيع بعينها أو لا بخصوص المواضيع بشكل عام. ثم اهتم كذلك الفريق الحركي بالتشريع، وهنا ركزنا بعدا أساسا ومنذ البداية على مقترحين. المقترح الأول هم موضوع الجنسية، كما هو معلوم في حالة زواج مغربي بأجنبية طبعا الجنسية تمشي للزوجة بشكل مباشر، والحال أن المرأة المغربية إلا تزوجت يعني شخص أجنبي ما تيستفدش من الجنسية المغربية. نحن نعتبر على أن كاين وجوبا وبقوة المنطق حق المرأة بحال حق الرجل في موضوع الجنسية. المقترح الثاني اهتم بموضوع يعني حالة الوفاة ديال السيدة موظفة، داك التقاعد ديالها ما تيمرش الوليدات ديالها في الوقت اللي الرجل في حالة الوفاة التقاعد تيمر الوليدات ديالو حسب ما يمليه القانون. نحن نعتبر على ان بحال يعني الذكر بحال الانثى، ونعتبر على ان التوازن صناديق التقاعد ما يمكنش يكونوا على حساب المرأة. الأزمة راه معروفة هذه الصناديق، والمهم بالنسبة لنا هو أن المعاشات تحول إلى الأبناء في حال وفاة الأم. اهتمينا بواحد العدد المواضيع منهم مثلا الحق للمرأة في طلب جواز السفر، في تسجيل أبنائها في المدرسة، في سحب أبنائها من المدرسة. دابا أمرا ما يمكن لهاش تمشي وما عندهاش حق قانونا باش تمشي وتشطب على ولدها من هذه المدرسة ودير مدرسة أخرى، خصها ترخيص ديال الأب. إذن هادو كلهم مواضيع اللي عملنا عليهم بشكل كبير جدي. نواد الأسرة دائما كنستحضروا الترسرة القانونية. الترسرة القانونية كاينة، يمكن تلاشات، يمكن تقدمت تقدمت، اليوم كي الأمر كيتعلق بالتحيين ديالها. ولكن قبل أن نتحدث عن التحيين ديال هذه الترسانة، أنا كنقول لكم ما مآل تنزيل ديال حتى هذاك الشيء اللي كان لمتقادم. سمحوا لي، اليوم حنا أمام واحد العقلية هي اللي متقادمة، ماشي فقط الترسانة القانونية بل أيضا عقلية متقدمة، لأنها ما قدرش تستوعب النواة ديال 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 الأسرة اللي هي المرأة واللي هي الطفل. سمحوا لي، كاين تناقض ما بين النص وما بين الواقع، وبالتالي فأنا كنشوفوا بأن التنزيل البرلمان، طبعا حنا كحركة شعبية تقدمنا واحد مجموعة ديال المقترحات قوانين في هذا الاتجاه، وأنا أشك أنها سترى النور طبعا، لأن هناك الهيمنة العددية ديال الماكينة الرقمية ديال الحكومة طبعا اللي ما كتمررش المقترحات والقوانين ديال المعارضة، وهذا شيء مؤسف. فاليوم هناك يعني تشريع، هناك جهاز في التشريع، ولكن هناك يعني واحد الخذلان في التنزيل، ماشي فقط في قبول المقترحات ديالنا كمعارضة، ولكن أيضا حتى في التنزيل ما هو موجود يعني كترسانة قانونية. وهذا كيحيلنا على طبعا هذا الارتباك اللي كتعرفوا حكومتنا الموقرة، وهذا يعني ربما هذا عدم الاكتيرات. انتما كتشوفوا البارح كنشوفوا الأغلبية على مستوى البرلمان كتخرج بواحد الميثاق ديال الانسجام ديال الأغلبية، وميثاق يعني ديال انسجام الاغلبيه، وما كنشوفوش ميثاق يعني ديال الانسجام مع الشعب في الاستطاره ديالو في يعني في الهواجس ديالو في المشاكل ديالو. وبالتالي فهذا يفسر ذلك، نحن اليوم امام حكومه عاجزه تماما العجز يعني عن التفاعل مع القضايا الحريقه والقضايا الجوهريه، وواحد القضيه منها هي المراه والطفل. شكرا. وايضا الداخل ما كتكون